لا بلا ما خلص بالاسم عجيب بدك لك صدقني ما خرج يشيلوا اسماء هدول لك شو بقى شو صاير لك لك شو مالك سمعان هالمظاهرات من الصبح ما كانوا يسكتوا وانا مثل التيس مفكر حالي ساكن باحسن مكان بادلب لك صدقني البيت بالسبع بحرات لازم يدفعوا لك فوقه لحتى تسكنوا لك كل ما بدي اصير مظاهره بيجي لهول لعندي اوف 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 كل هون تعرف ابو عبدو لو انا مكان هذا اللي على المنصه شو كنت رح غني شو راح تغني يعني؟ يعني يا بشار ويا أخونا أهل درعا وراطونا ونحن بنرجع يا بشار إلا بلا هلا بلشت تعجيق بدك تحكي لي شباك ولا أروح أشكك طاولة بنص الشارع ولعب شطرنج مع الرايح والجاي خيو أنت بتعرف حدا بيكره ابن هالمقبور أو برقبة أكتر مني قبل ما تحكي هالحكي ما كنت بعرف بس هلا شككتني فيك حاسلك ضفدع من كتر ما نقيت لك ايه جننونا يا زلمة قال شو الشعب يريد اسقاط النظام خلص هلأ رح احكي مع بشار على الواتس قل الشعب ما بده اياك بركي بيروح على بيته احسن مصير الدنيا ليل وتقلق عليه اسماء بعدين الله عليك يا ابو الطيف الله عليك وانت بشو زعجك هالشعار ان شاء الله نفكر هذه موجه لبشار الاسد بس لكن لمين موجه هاد فهمني لمين لك هذه موجه للمجتمع الدولي كله هاي قلت لي المجتمع الدولي لكن يعني هلأ مجلس الأمن والأمم المتحدة ما حدا خبره لسه إنه الشعب يريد إسقاط النظام اتمسخر لقلك اتمسخر بدي قوم اكتب على حيط بيتك الشعب يريد إسقاط النظام واسترجم مساحة لشوف لك قال مساحة قال لك أنا بقلبي موجود هذا الحكي يعني إذا بتفتح قلبي وبتفوت لجوا بتلاقي هذا الكلام لك إذا هيك بتتبحني وبينزل دمي على الأرض بتلاقيه بيكتب يلعن روحك يا حافظ إيه هادي اللي بعرفه عنك بس ليش مجحش هيك ما بعرف لك بكل بساطة أوكرانيا اللي هي أوروبا ها إيه أوروبا عم تاكل دق وتفرق وما حدا عم يتطلع عليها إيه بدك ياهن يطلعوا مظاهراتنا يا حسرة يا حسرة علينا أبو عبدو أنت برأيك ما في فادي من هالمظاهرات هاي صحيح هذا هو رأيي يعني نحن 11 سنة ما طلع معنا شي بالمظاهرات بصراحة روح يوافق على الجبهات أحسن لهم من هالحكي الفاضي هاد بتعرف إنه روسيا بالليل والنهار بتحكي للعالم إنه مشكلتها بإدلب مع 10,000 إرهابي فقط وإنه الشعب ما عنده مشكلة معها وهي جاية لتخلصوا من هدول الإرهابيين إيه؟ لك شو إيه؟ يعني إذا نحن قعدنا وسكتنا وما قلنا لروسيا يلعن أبو شاربك أبو زيل الكلب تبعي العالم رح يميل لتصديق رواية روسيا لأنه بكل بساطة ما في رواية مضادة لك يعني شو بفهم من هالحكي هاد؟ يعني بتتمسك بقضيتك وبتعلي صوتك وبترفع علم ثورتك بكل مكان بتقدر توصل له وبتحكي شو الشعب يريد اسقاط النظام بكل لغات العالم بالكتابة وبالغنى وبالرسم وبالنحت وبالرصاص بكل طريقة وبكل شكل لك يا أخي تعلم من الفلسطينيين يا زلمة والله عراسي خيا لك من خلقنا وهن متمسكين بأدق وأصغر تفصيل من تفاصيل قضيتهم والله عراسي خيا عراسي إيه شو بنولو هذا الحشد الجماهيري صغر مهم ورئيسي وكان كل عمره مصدر قوي لأي حاكم أو قضية أو ثورة ايوه باختصار بدون حاضنة وحشد أنت بدون قضية يعني هلأ العسكرة ما عاد تعجبك صارت ستوك لك مين قال ستوك يا رجال مين قال عم نقول رديف ومكمل أنا بوقفتي بهي المظاهرة عم خبر روسيا والعالم إنه مشكلتك معي أنا مو مع 10,000 ولا 20,000 مشكلتك مع كل الشعب السوري الحر يا سيدي عن جد حمستني الله محيي أصلك لك أنا بعرف قلبك على الثورة اتفاجأت منك والله كيف بتفوتك هيك فايتة لك أنا ما بعرف كيف عصبت من هالولدنة هي يعني بصراحة هن وين كانوا وقت كنا نحن نهرب من الأمن بالحارات لك وين كانوا وقت كنا نلعن روحه لحافظ لك يا أخي لازم ما تعصب بكل بساطة هدول عم يكملوا يلي بلشناه أنا وإنتي وصاحبنا يلي استشهد واعتقلوه بصراحة يا سيدي معك حق بعدين يا أبو عبدو إيه؟ لازم تفهم إنه الثورة كبرت ما بصير أصلاً تضل واقفة عند نفس المرحلة كيف يعني كبرت؟ يعني استويت تخيل ربك أنا لك يعني نحن اليوم مو مجموعة ولا فصيل ولا حزب هي ثورة شعب بكل شرايحه وطبقاته ومؤسساته إيوه؟ ثورة أمة كاملة بوجه عصابة من القتلة وقطاع الطرق ثورة أهل بلد بوجه محتل مجرم جاي من آخر دنيا لحتى يحتل بلادنا عم تفهم علي أبو عبدو أنت عم تفهم علي يا سيدي يعني نص على نص يلعن روح مين يلعن روح حافظ وأب حافظ وحافظ صغير إها شكل لي هالشطرنج لفرجيه خطة بوتين لحصار كيف بس لا تشيك صف اللي ياهن صف يلا ماشي تفضل